السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع روتين جديد باذن الله. روتيننا ديال اليوم ان شاء الله غادي نبدا لكم في العشيه ونساليه لكم غدا في الصباح. مهم غتشارك معايا هذا النهار كامل كيف غادي يدوز. كنتمنى ان الروتينات اللي وليت كنقدم لكم يكونوا عند حسن الظن ديالكم، كذلك الوصفات اللي كنقدم لكم تكونوا كتجربوهم وكيعجبوكم ويكونوا كينجحوا لكم بطبيعه الحال. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يتواصلوا معايا اكثر، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي اللي هو طبخ ليلى، كذلك فيسبوك ديالي طبخ ليلى. بلا ما نطول عليكم وبلا ما نقول لكم اشنو غادي نصور معكم في هذا الفيديو، خليكم تكتشفوا معايا اي حاجه درتها غادي تكونوا معايا فيها وفرجه ممتعه. الحمد على بركه الله، غادي نحضر معكم واحد العشيوه اللي زوينه بزاف، هي من الافضل تحضروها في الغداء، كتجي لذيذه بزاف. ولكن بما انني درت لهم الغداء خفيف اليوم، ما طيبتش لهم شي حاجه اللي مزيانه في الغداء. مهم قلت علاش لا نطيب لهم رفيس العميه، شحال هذه ما طيبناها. ايوا اليوم عند كتابي ان شاء الله غادي نطيبها بالجديد. اول مره غادي نطيب بالجديد من بعد ما كرم وكنت نشرت وكنت صورت معكم يعني كيفاش كنحضر الجديد، شنو التوابل اللي كندير فيهم. وصافي درتو نشرتو في السطح حتى نشف مزيان، يعني خصو يكرم، ودرتو في بلاستيكات ودرتو في المجمد. دابا في الصباح جبت شويه ديال القديد، رقبتو حيت كيكون فيه كميه الملحه كثيره، رقبتو وخليته باش تحيد منه هذيك الملحه. المهم عندنا هنا القديد، بما انه متوفر عندنا كاين القديد دابا في الدار، يعني ديروا بها الفيسه والله الا كتجي فرنه وبنينه. هنا خديت واحد جوج بصلات، قطعتهم بحال هكا، يعني قطعتهم كبار شي شويه. هنا غسلت، نقيت العدس وغسلته مزيان، غادي نحطو حتى هو. وانتم الكميه على حساب شنو بغيتو. غادي ندير القديد. هنا درت الضلعه، كنت قسمت الضلعه درت شويه وشويه من هاد اللحم اللي كنكونوا مقطعينو هكا طويل. بالنسبه للتوابل نحيد بعدا هاد البانيو. بالنسبه للحلبه، ها هي عندي الحلبه، ها هي دايره هنا، غادي نقيها ونغسل شويه، ولكن غادي نطيبها بوحدها حيت عزيز ما كياكلهاش ولات كضرو، هذاك الشيء علاش غادي نطيبها بوحدها في كاسرونه. غادي ندير شويه المساخن، المساخن ضروري الفرفيسه، ما غاديش نكثر باش حال سخون. وغادي ندير شويه سكنجبير، واحد نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، نص معلقه صغيره ديال الابزار، خرقهم بلدي. انا ما كنديرش مطيشه، كاين اللي كيدير مطيشه في سلاميه، انا ما كنديرش في مطيشه، كندير غير بصله بوحدها. غادي ندير زيت الزيتون، غادي ندير السمن، غندير شويه السمن دابا وشويه فاش طيب. ندير تقريبا واحد نص معلقه، نص معلقه كبيره دابا فاش، ونص معلقه فاش يطيب. انا الخبز قطعته في الصباح، قطعته وخليته، دابا راه السبعه ديال العشيه البنات. المهم دابا غادي غير نوجدها ونخليها باش نتعشاوني بكري شويه، باش حيت طايله شويه رفيسه. المهم انا قطعت انا الخبز ديال الدار هو اللي كيجي فيه زوين، اما الخبز ديال اللي كتشريو ما كيجيوش فيه زوين، كيجي بحال كيجي معجن، بالعكس هذا الخبز ديال الدار كيجي فيه زوين. المهم غادي نقلي شويه هذا الشيء، ها هو غادي نقليه واحد شويه، غادي نخليه يتقلى مزيان، ومن بعد غادي نزيد ليه الماء الكافي ونسد عليه نخليه يطيب على راحته. الحلبه البنات ما حيت انا ما غاديش نطيب معاه، حتى كندير الماء وكنروي وكنخليه حتى كيطيب. هادشي كناخد شويه منه كندير في كاسرونه من هاد البلول اللي عندي هنا في هاد البرمه، غنديرو في كاسرونه ونزيد عليه داك شويه الحلبه اللي بغيت ونخليه فوق البوطه يطيب. هذا غير الطبخ دغيا دغيا كطيب، ما كتاخدش الوقت كثير. بالنسبه للملحه ما غاديش نديرها حيت القديد مالح، ما عرفتش. المهم حتى يطيب وديك الساعه ندوق، الا بان ليا خاص شويه الملحه راه نزيد، اللهم يكون ناقص من الملحه ولا يكون زايد. من بعد ما تقلات المرقه ديالنا غادي نزيد الماء الكافي ونغطيها ونخليها طيب على راحتها.
نحاولوا نكثروا شويه الماء، حيت الرفيسه ديال الخبز كتبغي الماء اكثر من الرفيسه ديال المسمن. البنات دابا رديت العشاء، غادي ندوز نوجد واحد العجينه ديال الاريشلات مالحين اولا صابلي مالح. مهم هاد العجينه هادي دابا غادي نصيبها دابا وحتى في الغدا في الصباح ان شاء الله عاد غادي نشكلها وندخلها الطيب. المهم عندي فيها غادي نكتب لكم جميع المكونات، غنكتب لكم في صندوق الوصف البنات اللي كيبغيو يجربوها. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج معاه تقريبا عندي 200 غرام ديال الزبده. هنا المهم انا غنعطيكم المكونات اللي انا زدت، يعني مهم ضاعفت المكونات تقريبا. درت 200 غرام ديال الزبده مع كاس لاروب ديال الزيت مع معلقه صغيره ديال الملحه. هاد الاريشلات هادو راه كيبغيو يكونوا مالحين. الاريشلات كل ما كثرتوا فيهم القوام كل ما جاوكم بنان. غادي نزيد ثلاثه الفرماجات مثلثين، غادي نزيد واحد الضويمه ديال البقري، ضامات البنه ديال البقري كتعطيه مذاق زوين. نزيد واحد الضويمه ديال الثومه بودره، نزيد معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الموطارد. ممكن البنات ماشي ديروا هاد القوام كله، ممكن تنقصوا شي حاجه اولا تزيدوا شي حاجه من عندكم اللي بغيتوا. غادي نخلط هاد المكونات كلهم مزيان. الزبده ضروري تكون بحراره المطبخ. البنات غادي نزيد واحد الياغورت فيه 110 غرام ياغورت مسوس طبيعي. نزيد جوج بيضات، صافي البنات دابا غادي نبدا نضيف الطعيع شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. نتوما البنات العجينه كتكون مرخوفه ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش في الايدين. نتوما شفتوا غادي نديرها دابا في بلاستيكه ونحتفظ بها في الثلاجه حتى لغدا ان شاء الله عاد باش غادي نشكلها. البنات بالنسبه للدقيق تقريبا هزات ليا 700 غرام، من 700 حتى 750. صافي البنات الرفيسه ديالنا راها طابت، غادي نسدي فورت الخبز اللي قطعته. البنات ها هي الرفيسه ديالنا راه طابت، هي من الافضل انكم تسقيوها مزيان وتخليوها واحد شويه على ما يشرب هذاك البلول. وهنا ها هي الحلبه حتى يزت عليها شويه من داك البلول، ها هي راه طابت. السائل اللي بغاها كيديرها قدامه. ايوا صافي دابا غنخليكم البنات دابا حتى نطلعوا غدا ان شاء الله في الصباح باش نكملوا هذوك الاريشلات المالحين اللي حضرنا مع بعضياتنا. وبطبيعه الحال مع الرفيسه ضروري معاها واحد كويس اتاي راني طيبته. ايوا صافي دابا نخليكم وتصبحوا على خير. صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مهم دابا الصباح انا جبت العجينه من الثلاجه كنديرها في الثلاجه، غادي نقسمها على اربعه وغادي نشكلها معاكم. البنات بالنسبه للشكل الاول درت هنا قسمت على اربعه، خديت الطرف وغادي نسرحو ما بين يا اما جوج بلاستيكات يا اما بين ورق الزبده، غادي نسرحها تكون رقيقه ما امكن.
كل ما كانت رائعه كل ما جاوكم عاوشين وزوينين. صافي البنات من بعد ما صبحت العجينه ديالي ها هي، ما تكونش رقيقه يعني لاصقه وما تكونش غليظه بزاف. غادي نشكلها على شكل مستطيل باش تجيني مقاده. هادو غادي نعاود نجمعهم ونعاود نشكلهم مره اخرى، المهم غنخليهم يرتاحوا واحد شويه. شفتوا السمك ديالها؟ هنا غادي ناخذ بيضه طربتها كامله كندهن بحال هكا. وغادي نرش عليها شويه ديال الزنجلال البيض اولا الزنجلال العادي اللي متوفر عندكم. هذا هو الشكل الاول. وغادي نبدا نقطع مباشره، ممكن تقطعوا مربعات مثلثات بشكل عشوائي، ومن غادي نقطعها بحال هكا طوال ورقه في نفس الوقت. غادي نقطعهم بحال هكا، نقطعهم على ثلاثة. صافي غادي نهز بحال هكا ورق الزبدة هكا باش ساهل. غادي نحطو فوق اللاطة وندخلو الفران لي درتو كيسخن. دابا راه الفران درتو كيسخن من قبل، درجة الحرارة تقريبا 180. غادي نشعل لهم من الفوق ومن التحت، غالبا ولي يبداو تيتحمروا، نخرجهم نخليهم يبردوا شويه. صافي راه كيتفرتوا غير بوحدهم، يعني كتفرق وحده مع وحده غير بوحدهم، وندوزو نحضروا الشكل الثاني ان شاء الله. غادي العجينه الثانيه حتى هي درت لها نفس الطريقه، سرحتها قطعتها درتها بحال هكا. غادي ندهنها ببيضه كامله ماشي غير الصفر. انا خديت حبوب الخشخاش غادي نرشو بحال هكا. دابا غادي نقطعها بحال هكا، بحال غادي ندير مربعات هاد المرة. غادي نقطعو بحال هكا مثلث. بنفس الطريقه غادي ندخل نديرها في لاطه وندخلها للفران. من بعد ما سرحت العجينه الثالثه غادي ناخذ هذا المرشم الدائري وغادي نطبع. غادي ندير شويه ديال الدقيق بحال هكا حدايا باش ما تلصقش. من بعد ما طبعتهم كلهم غادي نحيد هذه العجينه الزايده، ندهن هاد الدوائر كلهم بالبيضه. اي بيضه وحده غتكفيكم في كل شيء. كناخذ بحال هكا وحيده، كناخذ لوزه كندير لها بحال هكا وكنجمع الجناب بهاد الطريقه. نبطه شويه كنسد عليها بحال هكا وكتبقى اللوزه بحال هكا راه كتلصق بالبيض. شفتوا الشكل ديالها تجي زوينه. غادي ناخذ وحده اخرى مدهونه بالبيض بطبيعه الحال، كندير هكا طلع شويه فوق وكنسد عليها بهذه الطريقه. هانتوما السمك ديالها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه. هانتوما شو الناس من بعد ما تحمروا هانتوما كدير لهم بحال هكا وكيتقطعوا خا يبانوا ليكم لاصقين. الشكل الثاني هو هذا، حتى هو كامل كندير ليه بحال هكا.
صافي البنات، هادو هما المملحات ديالنا من بعد ما وجدوا. هذا هو الشكل الاول اللي قدمت معكم، ها هو كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاد بزاف. هانتوما هذا راه ساهل، ممكن ديروه غير الطريقه هذه وكتخرج لكم كميه كثيره ان شاء الله. انا غير تكملي هاد الكميه غادي نزيد مازال من هذا، حيت ساهل دغيا كيوجد، ما كياخذش الوقت. وهادو اللي درتهم على شكل مثلث ها هما، وهنا هادو اللي عمرتهم باللوز. هانتوما شوف كيجيو، كيجيو مقرمشين واللوز هو كيجي محمر، كيجيو زوينين. المهم البنات دابا غادي نخليكم حتى نطلعوا بلاتي شويه، نطلعوا نمشي نرتاح شي شويه ونرجع معكم باذن الله. دابا البنات غادي نحتفظ بهم هنا في هذه العلبه هذه. هادو راه بزاف البنات مازال كيسولوني عليهم، راه كنت خديتهم من عند رجاهم. هادوك اللي عندي كاملين ديال الخبز، ديال السكر، ديال الاتاي. المهم هادو عندي كبار شي شويه، كندير فيهم الحلوه. المهم غادي ندير نخلطهم